اهلا بحضراتكم. بكل تاكيد كلنا متابعين اللي حصل من تجنيس للاعب المصري مروان الشرباجي، سيناريو بيتكرر مره تانية بعد واقعه اخوه محمد الشرباجي، وده اللي خلينا نسال هل ده قرار شخصي من جانب اللاعب؟ هل في اعتبارات عائليه في اتخاذ هذا القرار؟ هل كمان في جوانب اخرى احنا يمكن ما نعرفهاش يا جمال؟ صحيح شاذلي، دي نقطه مهمه جدا. خلينا نعرف كل التفاصيل وكل الجوانب دلوقتي حالا من الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ايه التفاصيل. هل في كواليس في موضوع مروان احنا ما نعرفهاش؟ هل في تفاصيل غايبه عننا؟ لا والله، هو الموضوع زي ما حضراتكم عرفتوه كده، هو قرار شخصي وقرار خاص. وهو امبارح كلمني وانا قلت كده في كل المداخلات اللي امبارح جات لي، انه هو قال لي انا فاضل لي وقت صغير يعني وهبطل سكواش، فعايز امن مستقبلي، وعايز وانا اصلا بعيش في انجلترا مده طويله قوي، فانا عايز استقر هناك يعني. ده هيخليني ان انا ابقى عايز العب مع اخويا، مع اخو محمد، وهم بيتمرنوا مع بعض يعني. ف هستنى هناك، هقعد في انجلترا، واحتمال كبير ان والده ووالدته يجوا يقعدوا معاهم يعني، يقعدوا على طول يعني. فالاسره كلها ممكن تبقى يعني مقيمه في المملكه المتحده يعني. حاجه زي كده. ده كل يعني الموضوع ما فيه ان هو حب ينهي مشواره الرياضي بهذا الشكل. بالظبط. طيب انتوا كنتوا عارفين القرار ده من بدري ولا لسه؟ لا طبعا لسه عم شايفينه امبارح. طيب لم يصرح به احدا يعني. طب خلينا نعرف من حضرتك برضو يا استاذ عاصم، يعني من جانب اخر، هل في تحديات في اتحاد السكواش بتخلي انه اللعيبه تتصرف بهذا الشكل او تتجه لهذا الاتجاه؟ لا، هي التحديات موجوده في كل وقت، بس انا يعني لو عايزاني اعرض اشوف اقول لك ايه اللي بيحصل. لعيبه السكواش دول بيتعرضوا للسفر للخارج من هم في سن صغيره جدا. يعني سن صغيره جدا يعني، من بعد 11 سنه مثلا. بيبقى بيسافر وبيحضر بطولات، بيروح يلعب ماتشات، وبيعرف يعتمد على نفسه ازاي، وحاجات كتيره قوي بتحصل له من وهو في حداثه السن. الموضوع ده بيخلي عنده السفر حاجه يعني مرغوبه ومحبوبه، ويحب ان هو يمارسها، يحب ان هو يجربها، يحب ان هو يعني تكون موجوده جوه تجربه حياته يعني. بخلاف هذه النقطه يا فندم، في اي تحديات اخرى؟ في دايما التحديات موجوده يعني، مفيش تحديات يعني بالمعنى اللي انت ما عنديش حاجه اقولها يعني في الاتجاه ده. طيب في دعم طيب بيقدم من الاتحاد للعيبه؟ يعني الجمهور لما استقبل هذا الخبر يا فندم، خبر التجنيس، سمحت لي يعني شايفين ان دي يعني الواقعه الثانيه؟ لو سمحت لي يا فندم. بص حضرتك، انا بس عايز افهم حضرتك حاجه، بلاش نسوق الموضوع لانه الدعم والدعم مش عارف. احنا بس عايزين نفهم، انا بقول لحضرتك الكلام ده، الجمهور الكلام ده لو يعني عايزين نقوله بالعافيه، لا هو مش لا خالص، لا ابدا يا فندم، انا خالص مش عافيه يا فندم. احنا بس بنوضح، هل الاتحاد يقدم الدعم اللازم للعيبه ولا لا؟ ده سؤال. لا ما يعني بص حضرتك، اللي حصل لمروان ده ليس نتيجه دعم ولا عايزه نتيجه اي نوع من انواع ان هو ناقصه حاجه. طب هو ده عظيم جدا، مش ناقصني حاجه، تمام، أنا جدا عايز اخد التجربه دي بس. طيب هايلي فندم، الموضوع ملوش اي علاقه خالص بان احنا يعني احنا جهه محايده تماما. احنا بنحاول نعرض الموضوع بمنتهى الحياديه، ده كل ما في الموضوع، فبنحاول بس نوصل للناس منعا لاي جدل او منعا لان اي حد يخرج باي خبر مش موثق، يعني هي دي بس الفكره. كلها جايز انا فهمت غلط. طيب الجمهور بقى يا فندم على السوشيال ميديا، اكيد حضرتك متابع وشايف الموضوع ده، الجمهور يمكن قلق شويه لما شاف هذه الواقعه، بما ان طبعا في واقعه قبل كده بتاعت اخوه، خايفين لا يتكرر هذا السيناريو. والله احنا هنحرص ان عدم تكرار هذا السيناريو، ونشوف احنا بنتكاتف مع اي جهه يعني. احنا بقول لك ان احنا عايزين مثلا الجامعات تقدم لنا منح دراسيه علشان الولاد بيسافروا ويقعدوا بره، نتيجه ان ما عندناش منح دراسيه.
تمام. موضوع الجامعات ده موضوع مهم جدا انها تقدم منح دراسيه للاعيبه السكواش، لانهم هم بياخدوا الموضوع ده كيقول لك انا عايز ادرس بره. فلما بيدرس بره ده بيبقى عرضه لان هو يسافر وما صحيح. يرجعش يعني. فاحنا نوفر لهم احنا الموضوع ده. مثلا. طب يا فندم بما ان حضرتك معانا دلوقتي، في اي رساله حضرتك حابب توجهها في اي نوع من انواع النقاط، على سبيل المثال زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي المنح الدراسيه، تحب ان ان انها تستعرضها معانا دلوقتي عشان نقدر نواجه هذه المشكله حتى يعني نبتدي من بدري؟ اعتقد المنح الدراسيه من اهم الحاجات، التحديات لو انت بتسميها تحديات، التحديات اللي بتواجهنا في اتحاد السكواش، منح الدراسيه على كليات القمة، يعني مش على أي كليات، كليات القمة يعني. دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. بس المنح الدراسية بس؟ المنح الدراسية دي أهم مش حاجة، مش محتاجين حاجة تانية مثلا؟ لا الحمد لله احنا يعني عندنا نقدر نواكب الأمور بكل ظروفها، لكن المنح الدراسية دي احنا عايزينها تكون بطريقة واضحة وطريقة كويسة نقدر ان احنا نعتمد بيها على انه يبقى ده اغراء. صحيح. لازم يكون في تكاتف كمان يا فندم ما بين وزارة الشباب والرياضة، تكاتف مع موجود والله الجامعات موجود. كمان يا فندم موجود مع الكليات موجود المختلفة موجود. عشان يحصلوا على هذه المنح وبالتالي نمنع من تكرار هذا السيناريو مرة تانية. احنا عندنا لعيبة متفوقة جدا في هذه اللعبة ومميزين ومصنفين عالميا كمان، وده كله من جانب حرصنا فقط على ان اللعيبة دي تفضل موجودة في مصر وتلعب باسم مصر ويفضل الجمهور المصري فخور بيهم. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش، شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم.